تفضل. اللي هو بينفع نعمل انبوت بوت. اكتب برنامج نعمل اول برنامج بعدين نعمل دالة. لادخال عدد المدخلات واضح ايش ما يعني ال واضح ايش المطلوب من السؤال؟ عدد المدخلات بالضبط، كم رقم بدك تدخل وجمع هذه المدخلات. يعني انت بدك تدخل لي، انت بدك تدخل خمس ارقام والخمس ارقام هدول تجمع لي يعني. تمام، مر علينا قبل هيك صح؟ طيب هجيت بنروح بنعرف متغير number of entries هو عبارة عن integer input enter number of entry. نتخيل البرنامج كيف؟ اطبق اللابتوب هناك ورا وغير مكانك. اطبق اللابتوب يا أستاذ. هكذا مطلوب منك تدخيل، يعني انه انت بدك يعني لو دخلت لك ثلاثة بصير مطلوب منك تدخل ثلاث ارقام، لو دخلت لك خمسة خمس ارقام، فهي الانسب شغلة انه انت ايش تسوي فيها؟ تحطها في فور لوب. فور اي ان رينج قديش؟ نمبر تبع الانتري. تمام؟ ساعتها بنروح بندخل النمبر. انت انبوت انتر نمبر. هجيت الفكرة في الموضوع، لو جيت قلت لك اكتب برنامج يدخل ثلاث مدخلات فبتروح بتعمل زي هيك وبتعيد تسمية المتغيرات نمبر واحد اثنين ثلاثة، طب خمسة، طب سبعة، طب لا بالضبط، فبالتالي التكرار هنا ما بينفعش. فايش الافضل؟ الافضل ان انت تحطها في لوب. الافضل ان انت تحطها في لوب. حاجات احنا لسه ما عملنا، ما جبناش المجموع، وتعود دائما ان انت ما تحلش السؤال كله دفعه واحده، ان انت تحط له مراحل. تمام، فعجيت بدنا نجرب البرنامج ونشوف هل هو فعلا بدخل ارقام حسب ما انا بدي يعني كعدد ولا لا. يبقى انا ما جمعتش، بس مجرد انه دخلت كم رقم بدك وهنا رحت دخلت الارقام هذه، ما جمعتش. بدي اشوفه هل هو فعلا بيسوي زي هيك ولا لا. نيجي بنشغل. كم رقم بدك؟ خمس ارقام. بدي اشوف هل هو بياخذ فعلا خمس ارقام ولا لا. هاي الرقم الاول، هاي الرقم الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. فعلا اخذت خمس ارقام. جرب كمان مرة. بدي ثلاث ارقام. الرقم الاول اثنين، الرقم الثاني سبعة، الرقم الثالث تسعة. فعلا باخذ ثلاث ارقام. فبالتالي باخذ ارقام حسب العدد اللي احنا بنحدده. نيجي ل
الجزئية الثانية اللي هي إيش؟ المجموع. هكذا هذا الكلام بديك إنه أنت تعمله، تتخيله إنه أنت عندك في السوبر ماركت. هلقيت أنت في السوبر ماركت أول ما تدخل إيش بتسوي؟ تأخذ حاجة، تأخذ حاجة تانية، تأخذ حاجة ثالثة، وبتروح عند الكاونتر عنده عند الباب. إيش بيجي بقول لك؟ هاي حقها اثنين وهاي حقها ثلاثة، يبقى صار عندك في الحساب قديش؟ خمسة. وهاي حقها أربعة، يبقى صاروا تسعة. فهو حاطط الحساب في دماغه، تمام؟ إيش بقول لك؟ ثلاثة واثنين خمسة، خمسة وأربعة تسعة، تسعة وثلاثة وهكذا، تمام؟ فإحنا بدنا نسوي زي هيك، بدنا نعمل جمع تراكمي، جمع تراكمي. فبالتالي هنا قبل ما ندخل اللوب بنحط التوتال. اللي احنا بدنا نسويه بدنا نقول 2 و7 9، 9 و9 18. بس اول ما نبدا الاثنين هنا في كان قبليها شيء الصفر، الله ينور عليك. فبالتالي 0 و2 2، 2 و9 2 و7 9، 9 و9 18. فبالتالي هنا التوتال بتساوي 0. حسابك انت قبل ما انه انت لسه ابدا اعد عليك حسابك مصفر 0، تمام؟ بعديها هنا كل ما تدخل رقم بدنا نجمعه على التوتال اللي فات. فبقول توتال بتساوي التوتال اللي قبله زائد النمبر هذا. ساعتها بعد ما اخلص من اللوب بطلع من اللوب، برجع هيك بقول print انه you must be هالقد total. وهنا عشان انه اخلي لك الموضوع انه realistic اكتر، هنا هي price، please enter price، تمام؟ ف بدنا نشغل. حضرتك روحت على السوبر ماركت، كم حاجة بدك تشتري؟ خمس حاجات. ندلع نفسك. الحاجة الأولى بقديش؟ خمسة شيكل. والثانية؟ سبعة. سبعة. خمسة وسبعة؟ 12. والحاجة الثالثة؟ 20. 20 و 12؟ 20 و 12؟ خمس حاجات لسه ما خلصناش. بس 20 و 12 32. والحاجة الرابعة قديش؟ باثنين. والخامسة؟ ستة. 42. 40. تمام، الحساب مظبوط. تمام. طيب هذا كلام بدنا نسويه في دال، هذا كلام بدنا نسويه في دال. نكتب الدال هنا ديف كالك بيمنت. ايش بدنا نديله؟ الان عدد الانتريز. وهنا نفس هذا الكلام انه فور، او خلينا نديله نفس الكلام نمبر اوف انتري، عشان هذا ننقله زي هيك ونحطه جوا الداله، تمام. وهنا بده يكون الاستدعاء. هنا ايش بدي استدعي؟ هاي التوتال بتساوي كالك بيمنت اكم النمبر اوف انتري. هاي لسه دخلناها. نجرب الان شغاله بالداله ولا لا؟ هنا نعمل ننساش الريتيرن.
توتال. انت بدك تشتري ثلاث حاجات، الحاجة الأولى واحد، الثانية تسعة، والثالثة خمسة، 15. طيب الآن اللي بدي أورجي لك إياه اللي هو موضوع الريتيرن، هذا إنه أنت كيف ممكن تجري عليه عمليات حسابية. بدنا نعمل إيش؟ ديسكاونت. Payment after discount. انت والله عشان لك ظبطت في الامتحان بدي اعمل لك خصم 50%. كيف بحسبها؟ توتال ضرب بالضبط هنا ديسكاونت 50%. فجيت ال 15 هذه يفترض انه تصير 7.5. تمام؟ غير مكانك يا استاذ، اطبق اللابتوب يا استاذ. احنا اتفقنا بدك تشتري ثلاث حاجات، تمام؟ وبعدين قلنا انه بدك تشتري ب واحد واحد قديش قلنا كمان؟ تسعة وخمسة. يبقى انت يفترض تدفع 15 ولو عملت لك ديسكاونت 50% بعد الديسكاونت حيصير 7.5. واضح كيف انه انت مع الريتيرن قدرت انه انت تاخد قيمة الفاتورة وتضيف عليها يا اما الضريبة يا اما تضيف عليها قيمة خصم او او او. بدي لك مرونة. طيب مبلغ الخصم هذا احنا بدنا ندخله، تمام؟ فينا نقول انه payment before discount، وهنا بدنا نعمل discount بتساوي طبعا الديسكاونت بده يكون float. Input enter this count. هكذا عشان تكون فاهم الديسكاونت كيف بيصير. انت تخيل عليك 300 دينار، هكذا 300 دينار، انا بدي اعمل لك خصم 10%. 10% يعني 1/10. فبالتالي المعادلة تبعته ايش بدها تكون؟ انه البيمنت تبعك ايش بده يساوي؟ بده يساوي البيمنت اللي هي 300 مطروح منها مقدار الخصم. قديش مقدار الخصم؟ بدك تخصم لي 10 10 دنانير، 20 دينار، 15 دينار، قديش؟ انا قلت نسبة مئوية. فالنسبة هذه بدنا نحسبها قديش بالدنانير. كيف بدك تحسبها؟ فبنروح 10% ضرب ال 300 بيطلع انت عندك قيمة ال 10% من ال 300. نطرحها من وين؟ من ال 300. طبق هذا الكلام. هاي قيمة الخصم 10%. 300 ضرب 10% قديش؟ طلعوا 30 دينار. بدي اخصم عليك 30 دينار. يبقى من 300 قديش المفروض ادفع؟ 300 ناقص 30 270. انت اجيت قلت لي والله ال 10% هذه لا لا مش مراعيني، راعيني كمان.
بقول لك ماشي 15 برضو بتدخلها في هذه المعادلة بتحسب لك إياها، فيبقى 300 اللي هو المبلغ الأصلي ناقص 300 قيمة ال 15% من 300 قديش بتساوي؟ تضربها في ال 15 من 100 تمام؟ هذه ال 10% ممكن تعتبرها زي هيك، هي 10 من 100 وهذه زي هيك 10 من 100 وهذه 15. لقيت ال 15% ضرب 300 قديش بيطلع؟ 45 دينار. بدي اخفف عنك 45 دينار، 300 ناقص 45 دينار، فبالتالي بصير مطلوب منك تدفع 255. فبالتالي لما اجي لك هنا اقول لك انه المعادلة هي عبارة عن التوتال بتساوي التوتال ناقص التوتال ضرب الديسكاونت، صارت واضحة بالنسبة لك تمام؟ واضح يا شباب؟ وهنا باجي بطبع انه print البيمنت after discount. ايش اسمك انت يا استاذ؟ محمد. طيب محمد كم حاجة بدك تشتري؟ خمس حاجات. كيفاش سعر الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة؟ سبعة. قديش المجموع؟ 27. مفروض انه انت تدفع 27 تمام؟ وانت عشانك مش مركز معنا في المحاضرة. انا بقول عشان انت مش مركز معنا في المحاضرة بديش اعمل لك ديسكاونت، بدي احط الديسكاونت هنا زيرو تمام. بدك تدفع 27 كاملة، فبالتالي المبلغ بعد الديسكاونت 27 يعني 0%. شوف كيف حسبها، انه تصفرت هنا التوتال ضرب الديسكاونت، الديسكاونت زيرو، يبقى هنا التوتال ناقص مقدار الخصم، مقدار الخصم زيرو تمام. بينما نيجي لواحد تاني منتبه معنا، شو اسمك انت يا استاذ؟ خالد. قديش بدك تشتري يا خالد؟ كم حاجة؟ ثلاث حاجات. عشرة وسبعة وخمسة تمام؟ مفروض تدفع 22 وانا بدي اعمل لك خصم 15% بس. انك نزود هاي 35% بدل ال 22 بس 14 شيكل بدك تدفع 14.3 تمام؟ فهي الفكرة في الموضوع، انه انت عندك بالريتيرن هاي تقدر انه انت تاخذ القيمة هذه تخزنها في متغير وتجري عليها العمليات الحسابية، سواء كان عمليات خصم او عمليات ضريبة او عمليات اي العمليات، لكن في برنت على الشاشة وخلاص، تقدرش لا تجمع ولا تطرح ولا تسوي اي حاجة فيها. غير موضوع الجمع والطرح كذلك انه انت تظهرها، انت هنا قيدتني انه انا عملها برنت وين على الشاشة هاي، لكن فرضا انا بدي اظهرها على الويب، فرضا انا بدي ابعتها عبر الشبكة، بدي اعمل تطبيق تشات تمام، والرسالة هذه او القيمة هذه بدي ابعتها عبر الشبكة، فبالتالي بالريتيرن انت حر تستخدمها او تبعتها وين ما بدك تمام. اما بالبرنت بتكون مقيد انه انت دائما بتطلع لك على الشاشة تمام. واضح يا شباب؟
في حدا عنده سؤال؟ يعطيكم العافية.